فئة من الناس يعملون للثواب والأجر وخوفا من العقاب، وفئة أخرى يعملون لكي يراهم الناس، فئة أخرى يعملون للحب العمل، يعني لا يحسبون حساب الثواب ولا يرجون الله بأعمالهم مثل كثير من المخترعين والمكتشفين، فئة يعملون للدنيا والآخرة، لأن الله وعد بأن الذي يذكره وبأن الذي يلتزم بما أمر به الناس فإنهم يعيشون في هذه الدنيا سعداء وفي الآخرة من المفلحين.